السلام عليكم حبابي، كيف دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم، رجعت لكم فيديو جديد، مقلب جديد في اختي. لحقاش درت فيها مقلب واحد ملي جات قربت تمشي، خاصني ندير مقلب اللي تبقى عاقله عليه ملي تمشي لتركيا ان شاء الله. دونك المقلب اللي غادي ندير ليها هو غادي نعطيها كاس الماء، هي دابا كتشرب الماء بزاف هاد الايام. قال لها الطبيب عودي شربي الماء بزاف، ويعني ديما حداها القرع ديال الماء، ديما حداها الكيسان ديال الماء. غادي نحط حداها واحد الكاس ديال الماء، غنخليها تشربو، وانا ديجا غادي نكون معمره كاس حاشاكم من التواليت، غادي نعمرو من القرقره ديال التواليت حاشاكم. وغادي نكون مصوراه، يعني غنكون دايره ليه فيديو، وداك الفيديو غنخليها تشرب كاس ديال الماء وغنوريها الفيديو، غادي نشوف الردة ديال الفعل ديالها. اكيد انا ما غنشربهاش الماء اللي خديته من التواليت، ولكن غندير نفس الكيسان باش هي غيسحب ليها شربته لها من التواليت، ونشوفوا ردة الفعل ديالها. ولكن قبل ما نبداو هذا الفيديو ان شاء الله، بغيت ندوي لكم على واحد الكوبل اللي صراحه كيجوني كيوت كيوت بزاف، وكنحماق عليهم وديما كنتبعهم. تصوروا انني كنتبعهم من شحال هادي، وجات الفرصه اننا نديرو كولابوراسيون مع بعضياتنا، حتى هما كيديروا لي برينك. ممكن انكم تعرفوهم، حسام وانيا، فنين تبارك الله. هو مزوج بقورية وكيدير فيها ديما لي برينك، واعر داك السيد، المقالب ديالو خطيرين، حتى هي راه كدير فيه المقالب. دونك غادي نخلي لكم لاشين ديالهم هنايا، وكذلك غنخليها لكم في صندوق الوصف. راه دار فيها مؤخرا واحد البرينك تموتوا بالضحك، تموتوا تموتوا بالضحك، دار فيها واحد البرينك. غادي نخلي لكم رابط ديال الفيديو في صندوق الوصف، بغيتكم كاملين تدخلوا عنده وتقولوا ليهم جينا من عند كنزة غوماري، ما تخيبونيش وما تحشمونيش معاهم. دخلوا تابوناو عندهم وخليوا لهم شي تعليق زوين، عاد رجعوا كملوا الفيديو. يلا نديروا المقلب المستر. المهم احنا جينا للتواليت حاشاكم. المهم غادي ناخذ هاد اللعيبه، حيت ما لقيتش باش غادي نعمر، غادي نعمر بهاد اللعيبه حشاكم، وسمحوا ليا. ولكن غادي نديرو ليها. هاي سلومة هاد المره ماشي فيها المقلب اللي غادي تتفق معايا. المهم دابا ماجدة اصلا كاينه حداها واحد قرعه سيدي علي، كاينه حداها واحد قرعه سيدي علي كتشرب فيها الماء. انا جبت قرعه ديال سيدي علي اخرى، خويتها من الماء، ودابا غادي نعمرها من التواليت، وغادي ندير فيديو وانا كنعمر، باش هي ملي غادي تخولي هذيك القرعه وغادي تقول لي كنزة عاودي عمريها ومشي نعمرها وتشربها، غنوريها الفيديو غيسحب ليها شربات من هادي. فهمتي دابا؟ حصلتي فهمتو؟ ها انتي اختي ماجده، لا تقولي ما كنتهلاش فيك، جاك العطش بغيتي تشربي وهاكي تشربي. شوف المويه من غنعمرها لك، هانتي يا اختي، هانتي مويه بنينه نقيه مفيده، مفيده قلت لك مفيده لصحه الجنين. هانتي يا اختي، هذا انتقام المقلب اللي درتي فيا. يلا يلا ماشي حشومه حشومه مرت الشيطان، كيفاش كتجلس تعاير فيا ودير لي المقالب محشوماش؟ ها انتي بركه بركه، وي فيها العطش خاصني نكثر، قالت لك فيها العطش ما نصحابش فيها العطش. ها انتي كتسلمها، ها قرعه، ها انتي اختي قريعه عرمه تشربي، ما كدبتش نزيدك، مش بعتيش نعمر لك، هل ما موجود، هل خير موجود. مرحبا مرحبا بكم مجهودة، غير كنضحك معاك. مهم حيت انا عارفاها ما غاديش تثق فيا، تقولي لا وريني وريني انك ما شربتينيش الماء. ها هو الماء اللي عمرته مجدة، غنكبو قدامكم وقدامها. ها هو ها ويلي 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 ويلي. ها هو اختي كبيتو، وهاد القرعه غادي نلوحها باش ما تقولوش يا عمرتي من نفس القرعه. ها هي قرعه ديال سيدي علي واحده اخرى،
وها هي هذه اللي درت ليها فيها المقلب، هذه اللوحه، وغنعمر ليها هذه وغندي ليها تشرب فيها الماء وغيسحب ليها شربت من الاخر. ها يا اختي عمرت هذا ما ديال الروبيني، الروبيني ثم الروبيني. صافي يا ما نسدوه. احنا طالعين ما بغيتش نعيق قدام السيده جالسه، نشوف كيفاش ندير نحط لها القرعه حيت جات ناقصه. المهم نشوف غادي نحاول نحط لها القرعه بشي طريقه. مريزة انا كريته، انا كريته غض مخا مرض وخا نكون انا في فراش الموت. خاصني ندير لكم مقلب. دابا غادي نبدل لها القرعه، اصلا هي حاطه حتى قرعه، غنحيد ديك القرعه وغادي نحط لها هاد القرعه. وهاد القرعه هي اللي عمرتها من روبيني، اما القرعه الاخرى خويت الماء، غير هي هنا ديجا حاطه مع قرعه اخرى. كنتمنى تكونوا فهمتوني. سلمى دي ديك القرعه عمريها، خليتها حتى هادي حتى المجدر بغات تشرب. مجدة مجدة انظري هنا، كي جاك الماء بنين؟ كي جاك الماء؟ كي غايجيني الماء هادي البير. مجدة شربي شربي، راه الطبيب قال لك خاصك تشربي ثلاثة القرعات في النهار. شربي. المهم قول لي كي جاك الماء بعدا. شوف كدوي مع زوجها الحبيب عمر. عمر باك فيديو بلوغ اليوم داكشي فيديو بونو باليوم الصون بوما يبيه نا مهم. مجدة مجدة مهم، هاد الما شنو كتوقعي كاين فيه؟ جاك المذاق وهذاك ورا هذاك اللي في راسك. جاك الماء عادي يلا بلاتي نوريك واحد الفيديو وقولي لي شنو النوعية ديال هاد الماء اللي مصوب. واحد الماء خطير عمرك ذقتي في حياتك. يلا بلاتي نوريك نوعية المياه اللي استنشقتيها وشربتيها. اش كتوقعي شربتك واحد الماء اللي عمرك ذقتي في حياتك؟ مجدة تصوري عمرك ذقتي في حياتك. بلاتي غادي نصدمك والله، تغادي نصدمك. تفرج هاتي شوفي شوفي واش غنعمرو لك. الله يتصاتي طبيعي. لا ما يمكنش يكون واد ما ما في لا ريحه لا والو، هو راه حيت قرقره نقيه شللتها. دابا انا كنت لا ما في حتى ريحه ولكن ما عرفتش عاد. واش من نيتك والله بدلتي القرعه؟ لا ما بدلتهاش، ما غادي نبدل. واش مريضه؟ نفس القرعه. لا هنا نقرا اي سيدي لي واخا تكون كبيتي القرعه من ديك السنه عمرتيها بالماء غتكون ماشي
اويلي جاب الله ما كرد كرد ديك الحمار اي اي زكاه صاحبتي كيفاش زكاش تنفطي واش منيتك اويلي انا صاحبتي راه مريضه انا توعدت في يدي مع راسك تبارك الله والله حتى غنهرس لك التليفون واش منيتك صافي صافي الكاميرا كيفاش كاميرا واش درتي بوجه الكاميرا بابا ماما مالكم شوف هاد الحمار هادي جايبه لي ماما القرقاره نشربو شربتني ماما القرقاره تمسطيا شوف الفيديو حلي الزمان جايبه لي ماما القرقاره واش منيتها ماما القرقاره الميكروب واش تمسطيا شوف الطواليط وجابت كاس وري شوف شربتني ماما القرقاره اويلي شوف بابا العالم شوف الفيديو لا بصح لا بصح لا بصح حيت ما في حتى مذاق ويلي الميكروب لا جاب الله ما كرهتش كرديت لك لك ميت هاكا ضحك والله اذا هاكا ضحك معاك راه نور الفيديو هانتي هانتي لما تيقتيش لا والله حتى كنضحك مع دابا عمرت قرعه من تما هانت وعدت شوفوا القرعه اللي عمرتها لحتها هانتي شوف اصلا باينه ما يمكنش يكون المذاق ديال الماء القرقره زوين هذا مذاق ما عادي لا هذا ما نقي نقي ها هو كبيته ولحت هذه القرعه لا لحت هذه القرعه هانت شوف ضحك باس الضحك عواج باينه ما يمكنش يكون المذاق ديال الماء القرقره زوين هذا مذاق ما عادي لا هذا ما نقي نقي ها هو كبيته ولحت هذه القرعه لا لحت هذه القرعه هانت شوف ضحك باس الضحك عواجة ميري ضربتين حسبتين وعدت ايدي واخا صح كي جاك المقلب ناري والله تقصحتيني والله تقصحتيني صاحبتي جاب الله ما كنردش جاب الله ما كنردش كون تخيل كرتي لك على وجهك او يا سلام المهم قول لهم شي تحيه وهذا اختي انتقام للمقلب اللي درتي فيا شنو المقلب ويلي علاش من المقلب وهذا كان انتقام للمقلب اللي درتي فيا انت قبل المهم انا انتقمت انا انتقمت دابا كنتسنى نشوفوا المقلب اللي غدير ليا واخا هاد المره غادي نعيق بها ما غادي تقدرش دير ليا مقلب قلبت انا يلا احنا غنشوف تلاح اختي يلا كي جاكم مقلب ناضي المهم ريشاتني ما ديوش عليا ماشي مشكله على قبلكم نضحي بكلشي المهم حبابي كان هذا هو المقلب ديال اليوم كنتمنى انه يكون جا خفيف على قلبكم ويكون عجبكم دابا ساليتوا المقلب ديالي ياكو ايوا ديروا لي خاطري ودخلوا عند حسام وانيا وتفرجوا في المقلب ديالهم اللي دار حسام لانيا غادي تموتوا بالضحك غنخلي لكم رابط القناه ديالو وكذلك رابط الفيديو ديال المقلب في صندوق الوصف وغادي نخلي لكم هنا القناه ديالو على الشاشه باش اللي ما كيعرفش يدخل صندوق الوصف بزاف ما كيعرفوش يدخلوا ليه غادي تلقاو السميه والكنيه هنا ديال القناه ديالو دخلوا عنده وتابونا وقولوا ليه جينا من عند كنزه كنتمنى ان الفيديو يكون جا خفيف على قلبكم كنبغيكم بزاف نتلاقاو فيديو جاي مع السلامه بيزو